بشكل يومي يتوافد المئات من سكان القرى المجاورة لدائرة تلوين على المستشفى الميداني العسكري المشترك بين القوات المسلحة الملكية والجيش الأمريكي بغرض الحصول على خدمات طبية عامة ومتخصصة. طاقم طبي وشبه طبي يقارب تعداده 300 قدم منذ انطلاق أشغال المستشفى في 13 من الشهر الجاري قرابة 20,000 فحص طبي و132 تدخلا جراحيا. يتكون المستشفى الميداني من وحدات طبية وجراحية ووحدة للخدمات الاجتماعية، ويشرف على هذا المستشفى أطر طبية تصل إلى 62 طبيب و 65 طاقم شبه طبي، وتصل سعة المستشفى إلى 24 سرير. ومنذ الشروع بالعمل في هذا المستشفى تم ولحد الساعة استقبال أكثر من 6800 مستفيدة ومستفيد وتقديم خدمات طبية وجراحية لأكثر من 18,200 مستفيد ومستفيدة. خدمات المستشفى العسكري الميداني بتلوين تجمع بين الصبغة الصحية والاجتماعية لفائدة الساكنة المحلية، وفيها تتجلى صور التعاون الثنائي المغربي الأمريكي سواء في الفحوصات الخارجية أو التدخلات الجراحية. أحضرت معي فريقا من 70 شخصا، أكثرهم من مقدم العلاجات، ونعمل جنبا إلى جنب مع الجيش المغربي وفريقه الطبي في إطار شراكتنا لخدمة المواطنين المغاربة. إنها صداقة تعود لسنوات خلت، نقوم بهذا منذ أزيد من عقد ونتطلع لهذا كل سنة. إنها علاقة متميزة ومثال على ما ينبغي أن تكون عليه الشراكة لصالح العسكريين وأيضا لصالح السكان. أقول دائما لفريقي: ستكونون سعداء حين عودتكم باكتسابكم أصدقاء جدد وبتقديمكم لعمل جيد، وسترغبون في العودة كل سنة، وهذا حقيقي، كل سنة يرغبون في العودة. للأطفال نصيب من خدمات المستشفى العسكري الميداني بالإضافة إلى الفحوصات المتخصصة. تعمل مصالح الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية وعناصر من الجيش الأمريكي على تقديم أنشطة ترفيهية وتوجيهية. تقوم مصالح الجمعية قوات المسلحة الملكية بتقديم دعم معنوي لفائدة هؤلاء الأشخاص، وذلك لتسهيل استفادتهم مجموعة من الخدمات الصحية عن طريق توجيههم ومواكبتهم. كما تم إنشاء خيمة للمرة الثانية على التوالي دليل نظر الاستحسان الذي لاقته السنة الماضية، وحيث يعمل الأطر المغربية والأمريكية على خلق جو تربوي ترفيهي لفائدة الأطفال المرافقين لأبائهم لتسهيل استفادتهم من مختلف الخدمات الصحية بكل اطمئنان. وتستمر أشغال المستشفى العسكري الميداني بتلوين وسط إقبال كبير من الساكنة المحلية، والغاية تقريب مختلف التخصصات الطبية من المرضى وتجويد الخدمات الصحية المقدمة لفائدة الساكنة المحلية، خاصة تلك المنتمية إلى الفئات المعوزة.